هو طبيب عام مختص بالصحة العمومية. صباحك سعيد. صباح النور، نهارك مبروك. نعم، كما سيلتحق معي عبر الهاتف بعد قليل جمال شرفي رئيس هيئة المهندسين المعماريين. بداية نبدأ معك دكتور فتحي بن أجنه، مثل ما شفنا في التقرير في ولاية البوليدة وديان تتحول إلى مكب للنفايات ومياه الصرف الصحي، ربما نحن في ظل هذه يعني الوضعية الكارثية، هل يعني يمكن أن نقول ماذا بنا يعني لو تعرفنا بالمخاطر الصحية، ما هي المخاطر الصحية وهل فعلا صحتنا مهددة، الصحة العمومية نعم مهددة بالخطر؟ شوفي، إذا انقلعوا من التقرير هذا التقرير راه يطرح عدة أسئلة، عدة أسئلة. أنا نتكلم كطبيب. نعم، كطبيب، ولكن الطبيب الآن بالمفهوم تاع المنظمة الدولية للصحة ما راهوش يتوجه إلا وفقط للمرض، ما لازم يشوف وشن هما الأسباب. هذا لما تظهر، ناخذ مثلا مرض ما يقولوا له كوليرا ولا مرض آخر بأنك تقطع الكوليرا، ناخذ الكوليرا. الكوليرا عنده عدة أسباب. الكوليرا من ناحية طبية معروف هو ميكروب بالمفهوم العام، فيبريون كوليريك. نعم، فقط دكتور نوقفك، نشوفه في هذه الصور ربما قبل ما نتحدثوا عن الكوليرا، وانت قلت نتحدثوا عن السبب، ربما هنا الجار مع الجار، ربما هو المسؤول عن المواطن، هو المسؤول على ما يحدث، أليس كذلك؟ أولا هذه يعني تفضلي. نعم، تفضلي. نشوفوا يعني أكياس بلاستيكية، يعني قارورات تاع شوفي، نعم قارورات زجاجية، يعني قارورات بلاستيكية. ايه، تفضل. الأسباب لما نديروا تحليل تاع هذا الوضعية ننطلقوا من هذا التقرير، والتقرير يعطيه الصحة اللي صور، لأنه راح الأخ. أولا هذا النفايات ما طاحوش من السماء، هذا النفايات المواطنين، وماشي غير في هذا المكان، هذا النفايات المواطنين هما يرميو. هذاك اللي راهو يحرق في النفايات، هذيك الغبار اللي طالع، هذاك ثانيك امراض واحد اخرى. لازم نفهموا الان ولاو ناس الزحف الريفي اللي ماناش نحبوا نهضروا عليه، اللي هو راهو يقلب كل المعادله، هذه واحده. ثانيا تكاتف السكان، تركيز السكان في مكان ما، في مكان غير لائق، وكل واحد شوفي كيف يبني. وهذا الوضعية راهي بالأخص نعرف بليدة، يعني الناس يتنقلوا يحطوا في مضرب ما كان لا ظروف تاع السكن، ما كانش تاع لافوار تاع النفايات والفضلات والمصالح، والناس ولاو يديروا هذو، بيقول لك كي نسكنونا دوك يعطيونا السكن. ولكن لازم نفهموا المعيشة في مكان، يعني هم الأحياء اللي تبنى وجدد مع الأول نشوفوه والله العظيم غير تقولي مستوى عالي، عاودي واللي لما الناس يجيو يسكنوا فيهم تولي كارثة الكوارث. أنا نحب لو كان عندي كاميرا الآن في هذا الأحياء اللي رحلوهم فيها، يقول لك يرحلونا يرحلونا يعطيونا السكنة، هيا نروحوا نشوفوا كيف يوليوا هذوك السكنة. لازم نفهموا بأن المرض كما الكوليرا ما هو الا وفقط نتيجه. نهضروا على الفيران، نهضروا على حشاكم الكلاب، نهضروا نهضروا نهضروا، وبالاخص نهضروا على تحطيم المحيط. الميتيجه تحطمت، لماذا؟ لان كاين هذا الوضعيه وراه غير تقوى في عده الاماكن في البليده، يعني نشوفوا بان المرض ما هو الا وفقط النتيجه. شوفي هذا تاع النفايات، وانا بالمناسبه نحيي العمال هذو تاع اللي نقيو النظافه، والله للربعه، الربعه ونص تاع الصباح. ولكن يا جماعه لازمنا نفهموا تكاتف السكان، وكل واحد اللي يجي هنا حب يزيد ذراري، واحده تكاتف السكان، وثالثا
التركيز تاع السكان يقوي يوصل لهذه الوضعية. أنا خايف الجزائر راح تولي هكذا، يا لأننا كل واحد يدير واش يحب، وشوف يكمل يبني، يكملوا يبنيوا، يكملوا يواسيوا، وهنا السلطات وراهم. والتصرف سمحي لي، يعني ليس إلا المواطن يعني هو المسؤول فقط، ربما السلطات المحلية، وزارة الصحة بمعية يعني صح وزارة البيئة، أليس كذلك؟ إيه، هذه هنا نعطيك حاجة، مثلا الكلاب، حاشا الكلاب، كاين مرض تاع الكلب، لان كل واحد يحب يربي الكلاب، كل واحد ما يدلوش الفحص، ما يعرفش واش انه الكلب، ما يعرفش واحد واش حب يقولي ربي كلب، يعني وكاين هذه المشكل. كاين اللي حب ينقل للمدينه، ينقل في المدينه، ينقل عادات تاع الباديه. لا يا جماعه، لازم نفهموا بان المدينه عندها شروطها باه نعيشوا فيها، الباديه عندها شروطها باه تعيش فيها. مش هل. وهنايا المرض ما راهو الا هاهي نتيجه تاع تدريجيا وضعيه راهي موجوده، تدريجيا ساكته، ارمي زبل، السلطات ما يهتموش الاخر، حتى الكوليرا راهو انفجار تاع وضعيه، انفجار تاع وضعيه. اذا انا نقعد شغل الطبيب محسوم 100% نقول الكوليرا ها هو ميكروب وها هو ها هو ها هو، لا، لازمنا الان في كل وضعية صحية لازمنا نعرفوا بأن بالحقت لهنا كان جاية من هيك حتى انفجرت. نعم، فقط معي عبر الهاتف جمال شرفي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين. صباحك سعيد. صباح الخير أختي الكريمة. نعم، ربما لماذا بقيت أغلب الوديان مكب للنفايات ومصب لمياه الصرف الصحي، أو بعبارة أخرى هناك حالات لأودية غير مهيئة وتشكل خطر الفيضان في الشتاء والأوبئة في فصل الصيف، ربما من المسؤول عن تنظيفها؟ تفضل. أقول بأنه أولاً كل مرة عادة ننبه نحن عادة المختصين، ونقول بأنه المسؤولين أيضاً مسؤولية كبيرة جداً حول هذه الوديان المكشوفة، الوديان المكشوفة التي عادة تستعمل في تصريف المياه أو المياه الصرف الصحي. الآن كما تعلمين أيضاً منذ جويليا 2018 أو 2018، هذا هو الأسود اللي كشفت عن حالات الكوليرا، وكانت من ضمن الأسباب المذكورة بأنه التوصيل لشبكات المياه الشروب أو الصرف الصحي بالنسبة للأحياء الفوضوية، وهي كثيرة جدا ليس فقط في الجزائر العاصمة أو في بؤر، أو في البؤر التي ظهر أيضا فيها الكوليرا، سواء في بليدة، سواء أيضا في تيبازا، سواء أيضا في الجزائر العاصمة، أيضا هي في كل في 1540 بلدية. هذا التوصيل الغير عشوائي، هذه التسوية الغير مدروسة بالنسبة إلى تلك الأحياء الفوضوية التي تعتبر سياسات الهروب إلى الأمام، يعني تقنين الفوضى، بل بالعكس نحن البلد الوحيد في العالم الذي أصدر قانونا اسمه 0815 لتسوية تلك البنايات الفوضوية، لكن سويت البنايات الفوضوية، راعى القانون كل ما هو سطحي فوق الأرض ولم يراعي ما هو تحت الأرض، فلهذا اختلطت الآن المياه الصالحة للشرب مع المياه القذرة وتسببت، والقادم هي قنابل موقوتة كبيرة جدا قد تتسبب بأوبئة بأكثر مما أنذرنا به صيف 2018. فلهذا أقول بأنه أيضا ما توعدت به السلطات المركزية من خلال اللجان القطاعية، وما توعدت به السلطات المحلية بأنها ستكون هناك إجراءات وسيكون هناك تدخل عاجل أيضا لغلق الوديان المكشوفة، لغلق الوديان المكشوفة ولتنظيفها جراء للأوبئة أو لوباء الكوليرا، جراء لفيضانات سميناها أيضا سبتمبر الأسود، لكن كانت تلك التدخلات أو تلك التصريحات عبارة عن تصريحات شعبوية فقط سياسية تم امتصاص بها الغضب في تلك الفترة، بعد ذلك يعني كل تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح. فلهذا أقول بأنه لا توجد سياسة، لا يوجد استشراف أصلا، لا يوجد حتى التنبيه كما تفضل الدكتور،
بانه حتى السلوك السكن الجماعي والاجتماعي، هل تعلمين اختي الكريمه انه في جزائر العاصمه هنا يعني في حي من يعني من احياء جزائر العاصمه ولاد فايت، وقد زارت كاميراتكم فيما سبق ذلك الطيف، هناك اقضيه مملوءه بالمياه القذره، ارتفاع المياه القذره في كل السكنات الاجتماعيه، في كل سكنات تقريبا يعني ارتفاعات تفوق 3-4 أمتار، يعني انفجار تلك القنوات لصرف الصحه في اقضيه قضيه الامارات، هذا اكبر مهدد للخطر خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه درجه الحراره المرتفعه. المسؤوليه جماعيه، مسؤوليه تنصل البلديه، تنصل الجماعات المحليه، تنصل الولايه، تنصل الوزاره في حد ذاتها. نعم، كان في حديث ربما عن اللجان العام الماضي سيد جمال شرفي، تحطوا يعني وزارة الصحة تحدثت عن استحداث لجان للوقوف على مثل هكذا حالات، أليس كذلك؟ لا بطبيعة الحال كانت هناك لجان، كانت هناك لجنة قطاعية نعم تضم وزارة الصحة، تضم أيضا وزارة نعم لمتابعة الأمراض المتنقلة يعني عبر المياه بطبيعه الحال، لانه الاشكال ليس فقط يعني وزاره الصحه، برغم ردودها السلبيه السنه الفارطه وتاخرها الكثير جدا، وكان تعامل حكومه أويحيى انذاك كان يعني مخيبا لامال الجزائريين، لكن الاشكال في الكوليرا او الاشكال لانه ليس فقط مسؤوليه ليس فقط نظافه، هو مشكل قطاعي، يعني وزاره الداخليه معنيه من عن طريق الجامعات المحليه سواء كانت بلديه او مصالح النظافه التابعه للبلديه، نعم. مصالح التعمير، مصالح التهيئه، مصالح الموارد المائيه، وزاره البيئه ايضا، مديريه التعمير بحد ذاتها، لكن الاشكال انه دائما اختي الكريمه بانه مشكله الجزائريين انه عاده نتعامل مع الشعب بدركة الشعبويه، يعني يعني يقام العرس يوم العرس فقط، يعني يقام الحزن يوم الحزن، بعد ذلك ننسى الاشكال انه حتى اللجان التي ذهبت وقامت بعمليات تقرير وقال يعني التقارير كانت كارثيه جدا، عدم تطابق اي شيء منجز وفقا للمعايير التقنيه، وجود اخطاء كارثيه، عدم وجود المتابعه، عدم وجود لجان التفتيش، لجان التعمير لا تقوم، مفتشي التعمير لا تقوم بعملها، حتى شرطه التعمير لا تقوم بعمل، كل تلك النتائج موجوده، لكن المشكل انه التدخل من طرف السلطه الوصيه بعد ذلك، تناسينا الموضوع ودخلنا في متاهات اخرى، وجاء الصيف يعني عام بعد ذلك لكي نتذكر، واذا ذهبت اليوم وزرت تلك الاماكن سواء من التي كانت يعني بؤر لذلك المرض او تلك الوديان التي طلبنا او طالبت ايضا السلطات بغلقها عاجلا، تبقى يعني ستجدين الوضع كما هو على حاله بل نعم. سؤال فقط سيد جمال شرفي، أنتم كمهندسين معماريين كيف من الممكن تهيئة هذه الوديان أو تغطيتها؟ البعض يتحدث عن شحف الموارد المائية، هل تهيئة هذه الوديان ربما مكلف ماديا؟ وما هي الحلول التي تقدمونها؟ تفضل. لا بطبيعة الحال هو أمر ليس قضية تكلية، يعني ليست قضية أنه التهيئة هي أمر مكلف، بالعكس هي أمور عادية، يعني الإشكال أنه اعتراف كل الوزارات الوصية المسؤولة على عمليات التهيئة العمرانية بأنه عادة لا نولي اهتمام للدراسة، نحن بالعكس أنا أقول لك بأنه نحن البلد الوحيد في العالم الذي سن قانونا اسمه 0815، هذا القانون ذهبنا إلى تسوية الفوضى، تسوية السرطان، تسوية سرطان العمران لكي لا يصبح مرضا، لا نستطيع بطر ذلك، عمليات التوصيل لمختلف الشبكات في معظم تلك الأحياء الفوضوية وهي عديدة جدا في كل ولايات الوطن، الإشكال أنه الاختلاط بين تلك المياه دائما وارد، هناك الحالات الغير مصرح بها هي كثيرة جدا إلا من تطرق إليها الإعلام، الوضع كارثي لأبعد ما تتصورين، نحن دائما وأقول دائما فوق قنبلة يعني موقوتة قد تنفجر ليس في العاصمة في كل بلديات الوطن، نظرا لعشوائية التدخل، نظرا لعدم وجود ثقافة الدراسة، نظرا لعدم وجود ثقافة النظافة، نظرا لعدم وجود ثقافة
الحسن الاجتماعي الجماعي، الناس ما الناس التي تسكن، الناس اللي ما ينظفش حتى امام امام بيته، يعني المسؤوليه اللي تختار فيه نعم، وهذا ما تطرق ليها الدكتور فتحي بن اشنهو. تفضل. نعم تفضل سيد جمال شرفي. جمال نعم تفضل 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 اتمم الفكره. يعني قلت لك انه انا قلت بانه الفكره باختصار، يعني لكي نقول بانه عاده السلوك الحضاري كما ايضا وصفه ابن خلدون، لانه يجب ان يكون لدينا سلوكا حضاريا لكي نعيش في اجتماع، لانه الفرق بين كل الاوساط، العيش في وسط جماعي اجتماعي داخل وسط حضري يتطلب بعض الشروط وبعض المسؤوليات المشتركة، يعني المسؤولية على تلك الأجزاء المشتركة. الآن البلدية يجب أن تقوم بدورها، الولاية يجب أن تقوم بدورها، يعني يجب أن نستشرف، يعني يجب أن ندرس. نحن الإشكال أنه حتى توسع مدننا هذا التي تسببت فيها سرطان العمران مثل العاصمة، إذا كان في العاصمة وحدث وباء اسمه الكوليرا، هذا الوباء الذي يرجع إلى عهد الستينات، من العار علينا أنه بلد في 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 2018 بحجم الجزائر بإمكانية الجزائر المادية والبشرية أنه يجينا هذا الكوليرا. هذا دليل على أنه لا يوجد كل ما يتشدق به المسؤولين من تلك السياسات، سواء سياسة الصحة ولا سياسة العمران ولا سياسة النظافة ولا سياسة الجمعات المحلية ولا سياسة التخطيط، هي غير موجودة أصلا. لما تذهب إلى الأحياء القصديرية الفوضوية التي نتشدق ونقول بأنه قضينا عليها في سنة 2018، اذهب إلى بليدة ستجدين اليوم ونحن في هذا اليوم مع شدة الحرارة كيفية أولا ندرة المياه الشروب، الناس اللي تجيب المياه من 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 المينابيع أو تلك المنابيع الينابيع المياه التي غير محروسة، والسنة سنة 2018 من طرف وزارة الصحة أو معهد باستور أحصى أكثر من 21 يعني منبع مائي موبوء يعني مصاب بهذا المرض، نظرا للوساخة التي تحيط ذلك المنبع، الناس ما عندهاش من شرب، فلهذا تذهب للسقي أو تذهب إلى من أجل من أجل من أجل الحاجة إلى الماء. فلهذا أقول بأنه الآن الخلاصة وجدنا بأنه بعد مرور سنة تجربة يعني كانت سيئة جدا، يرحم اللي توفوا بهذا السبب أو بهذا الإهمال بالنسبة إلى السلطة المحلية قبل أن تكون كي يكون يعني مسؤولية الفرد في حد ذاته. نعم في عجلة فقط سيد جمال شرفي نظرا لضيق الوقت، تفضل في عجلة فقط. لا الـ 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 يعني الموضوع شائك جدا، لكن نعم أنا أقول بأنه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة أختي الكريمة. يجب إعادة بعث مخططات استعجالية للتدخل، تلك المشاريع التي وعد بها المسؤولين ولم تنجز، تلك عمليات التهيئة للأوساط الحضارية لداخل تلك الأحياء لتغطية تلك الوديان اللي تستعمل كتصريف كمجاري لتصريف مياه القذرة، يجب أن تغلق في أقرب الأجل عملية التطهير، يجب إعادة مراجعة مخططات التوصيل بالنسبة إلى أحيانا فيما يخص الشبكات الصرف الصحي والمياه، الفصل بينها، المباعدة بينها، وهذا أمر تقني يعني وارد جدا، لأننا نهدر آلاف الملايير وطنيا من أجل التوصيل إلى تلك الشبكات دون دراسات. والأمر الآخر لأننا لا ندرس أختي الكريمة شيئا، إعطاء الاهتمام إلى مهمة الدراسة إلى المختصين، هم من يقولوا لنا كيف نقوم بعملية التوصيل، كيف نقوم بعملية إنجاز الحسن لتلك القنوات سواء كانت صرف صحي أو مياه شروب لتفادي الخطر عندما يكون هناك تسربا. نعم وصلت الفكرة سيد جمال شرفي رئيس هيئة المهندسين المعماريين، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. نعود ليك دكتور فتحي بن أشنهو، وباء الكوليرا يعني العام الماضي خلق تخوف كبير لدى المواطنين الجزائريين، العينة كانت من ولاية البليدة مثلا، ربما لما نشوف مثل هكذا يعني مشاهد، هل يمكن أن نقول أنه قضينا على وباء الكوليرا؟ والله العظيم السؤال في بابه. أولا الكوليرا ماشي صرف بليدة نحسبه، حذري 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 من الوباء، راكي تخزري منه يطلع لك وباء ملهيك. هذا كل القطر الوطني، وهذا الوضعية اللي أنا نشوفه فيها راهي تعمت ولات، هذاك هو الخاتم تاع الجزائر. واحدة، اثنين، كفى
كفى كفى من التجميل بعض الاحياء تاع بعض المدن التجميل هذه موجوده بالفرنساويه يقول لك لي فيلاج بوتامكين يعني تصبغي هذا الوجه والكواليس كارثيه. ثانيا ما لازمش نحصلوا في القضيه القطاع الصحه بالمفهوم العام، مانيش نقول الوزير هذا ولا اللي جاي ولا اللي كان من قبل. الصحه ما هي الا المرأة اللي تبين حاجات كما قال الزميل راهم قنابل مش قنبلة، راهم قنابل مخفية. القضية تاع الصحة تاع المجتمع في الدول المتقدمة قضية وطنية أمنية، قضية أمنية تنجمي تديري المدافع وتديري قوش تحبي. أنا نبعث لك هذا تاع الكوليرا نخلق لك وضعية ما لا. ورغم رغم اللي تغيظ وراي تشعل فيا النار، الجزائر بفضل النظام الصحي عندنا الوسائل، مثلا المكاتب تاع النظافة تاع البلدية، عندنا المصلحة تاع الوباء والطب الوقائي، خدمتهم لازم يكونوا في الميدان. الآن هذه لازم مراجعة وجودهم، ما مش في المكاتب بالكليماتيزر، لازم يكونوا هنا يوميا يديروا المكتب بتاعهم هنا في وسط هذه. ثانيا لازمنا نفطنوا في قضية التكاتف السكان. يا جماعة فطنوا القضية الديموغرافية، راهي مشكلة كبيرة، كنا عرفنا كيف نسيروها ومن بعد رحنا. ثالثا هذا لي موفمونت بوبيلاسيون تحرك تاع السكان، تحرك تاع السكان راهي واحد اليوم يحط هنا غدوه يحط ليك، ولكن لما السكنه ونعطيك المشكل قضيه تاع التهيئه للمعيشه مع الامه في امه. هذا هيا نديروا بحث في هذا الاحياء اللي بنوهم جدد ورحلوا الناس كانوا في وضعيه كما هذه ورحلوهم. يا ودي راه على ما بداو يحكيو اللي جاي يدفق في القنوات اي ما تسيبي الاخر ما يحترمش جارو تاع الفوق، المساكن ولا ورشات كي تنفح له واحد ينحي صور يطلع صور يرمي السيما ويرمي الحجر في القنوات ومن بعد تدبوشه ومن بعد يقول لك راكي تشوفي بان والله العظيم انا الاوان. هيا سيدي بعد الفيشطه ونحيي الفريق الوطني الشطيح والرديح والغناء وكلش الله يبارك رانا فرحانين، ولكن ها هو الواقع. ومن بعد نقولوا الكوليرا ما كانش غير الكوليرا، ناخذوا الناموس الناموس لا موضه يقول لك الناموس النمر، ما كاين ألف مليون نوع من الناموس وكل ربما عفوا دكتور ربما ما هي الامراض يعني اللي ممكن انه تكون يعني بغض النظر عن الكوليرا يعني في مثل هكذا ظروف، الامراض اللي تنتشر في مثل هكذا ظروف؟ تفضل. نقول لك الامراض خوضوا واش صاري في افريقيا، خوضوا واش صاري في افريقيا، راهي سبحان الله العظيم اللي كانت الجزائر كانت الحمد لله بالاخص النتيجه نعرفها مليح، راكي عارفه كنا نعوموا في واد سيدي كبير، كنا نعوموا كان الماء كان الدعوه صافيه، لما نحيتي كلش نحيتي الاشجار عمرتيها بالسيمان اللي يجي يبني والبنيان غير مش يبني حقيقه، ولكن القنوات تاع تسرب المياه غير صالحه للشرب، المياه المتلوثه هذا هو اللي يجيب المرض، لان احنا نحسبوا انا سلكت روحي بنيت ووسيت ولكن نعرف بان لما البشر يحط في مكان يلزم يخضع الى مقاييس، كيف انا عايش في مكان وين مربي الكلاب مربي القطوطه مربي الكباش مربي بقيرات، حنا نقولوا مربي بقيرات ولا كبيشه، لا ما هذه نتفكرك انت كنت ما زدتيش في 62 كنا نقولوا كاين ناس دخلوا لي زابارتمون تاع نجد ايضا حتى اللي يربيوا الدجاج ايضا كاين الدجاج يحب في باطيمه يحب يسكن في المدينه ولكن يعيش كما يعيش في الباديه. لا
هذه لازم نفهموها، ما نجمش انا ربي الجاج ومربي الكباش وراو جاي هاي نعطيك ميعاد راو جاي عيد الاضحى. هذه انا ندهش كيف الجزائريين مثلا في مارسيليا ممنوع تذبح في اي مكان، لازم تعين مذبحة تاع البلدية تعين. احنا يا ونعطيك ميعاد ما زلنا دوك تشوفي من على شهر ولا شهر ونص المذبحة يعني فوضى. وكيفه واحد زعما تاع دينية احنا مسلمين تشوفي يذبح غير يذبح يقضي صوالحه، كل واحد يفد ويخلي هذاك الدم يخلي الهيادر، يعني كيفهم بعد ندهش كاين كوليرا. كوليرا راهو الا ما يعني كاين واحد الامراض بالاخص كما قلت لك تاع الناموس. الناموس نعم تاع الناموس كاين امراض خطيره تاع الناموس، ماشي تقولوا سهله، الناموس خطير. والناموس احنا انا كبشر هو اللي نجيبه. ولما نهضروا مثلا هذه السلطات لازم يفهموها. ونتوجه للاخت وزيره البيئه مثلا كي نهضر على تغير المناخ للشانجمون كليماتيك للاخر لازم نفهم للمواطنين وكيف ندير غير وزاره ونقعد وندير محاضره وخلاص. لازم نفهموا بان لما يتغير المناخ بان ارتفاع درجه الحراره ليليفاسيون دو تمبيراتور هذاك الناموس وهذوك الحشرات بان البيئه تاعهم تهيئت في المكان هذا يجيو يستغلوا يستعمروا اون كولونيز هذيك الاندرو. لازم ناخذوا اجراءات في حياتنا اليوميه. احنا يا يعني واش نعرفوا درجه الحراره ارتفاع درجه الحراره كيف جاوبناها وخلينا الامور مده عشرات السنين دخلناها بيطون 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 ونحيو الشجره نحيو. كانت فرنسا غرست مثلا شجره الكاليتوس لان كانت الجزائر بالاخص المنتجه كانت مرجع هذه ليهم هيئوا ليهم الوضعيه غرسوا شجره الكاليتوس تمتصص هذا كلا. احنا يا رانا العكس رانا نحيو الشجر ورانا نديروا البيطون ورانا نوضعوا حاله كيما هذه ومن بعد ندهشوا باللي كاين ناموس كيما واحد يقول لك الناموس ما والو سي با غراف الناموس راه خطير. بالحديث عن الناموس يعني ربما بعوضة النمر ربما هي جد خطيرة. جد خطيرة لأن معروفة الناموس هي نوع من الناموس لازم نعرفوا كيما احنا البشر كاين عائلات عائلة تاعك عائلة تاعي تاع التقني تاع الكاميرامان عائلات الناموس مش غير هذاك. احنا كان عندنا ناموس ظريف يعني مصح كاين الناموس حقي وعلمين بان الباليوديزم اللي الجزائر تسيطرت عليه ماشي غير هذه الخطره في الماضي لان هيئنا المحيط ما منحينا له لي جيت لي جيت يحب يقول الاماكن وين احنا هنا درك واحد يقول لك نغرس الحباق عايشين هذا الماء هذا المسائل غير هذا يولي مكان وين الاخر. ثانيا عدم الكفاءه تاع المسؤولين نقولها عدم الكفاءه لانه عندنا احنا معهد باستر عندنا الموارد البشريه الجزائريه اولاد الجزائر وبنات الجزائر عندهم كفاءه ما ماخذينش كاع بعين الاعتبار. واحد يجي في الليل يجيب لي هذاك الكاميو يطلق هذاك الغبار كاين به تحطم الناموس كاين مقاييس كاين معايير علميه لازم تحترميها ولازمك تكوني متكونه لازمك تكوني عندك الكفاءه باه تعرف واشنو الناموس ماشي كي يبدا يفرفر نبداو نجري موراه بالغبار. الناموس لازم كي يكون البيض البيض في الماء نحيو كاع نقولها انا نقولها ولا الزملاء يجيو يقولوها وكلش ولكن واش الصوت تاعي ولا الصوت تاع الزملاء لان رانا مهمشين ماشي كشخص كالكفاءة في الجزائر راهي مهمشة هاهي السبب تاعها. وشوفي انتوما راكو تعرفوا واش راكو تعرضوا كفاءات جزائرية ولاد الجزائر ومواطنين ويحبوا بلادهم كيما لعب الكرة نجحوا لان تبعوا النظام ماشي يجي واحد يحكم يا ودي والله العظيم الا انا حتى بنادم كيعيا يعني
ماشي يفقد الامل. انا لهذا الحاله تاع شوفي حبابك هذه الى متى الجزائر هذا الوضعيه في كل القطر الوطني ماشي غير هنا في المتيجه والشعب المواطنين يا ناس نعلو بليس خوضوا حياتكم بيديكم المكان اللي تعيشوا فيه بيديكم. وثاني كاين هذا الانتاج تاع البلاستيك في الجزائر هذا الانتاج تاع قرع البلاستيك لما في الدول المتقدمه تراجعوا عاودوا ولاو للكونسين باهي نقصوا هذا البلاستيك. البنوات هذو ما بنوات كره ويرميهم المواطن شكون كيفاه انت تحبس بالكاميو تطلق بنو يسرسب ومن بعد تقول انا مسلم كيقول الله اكبر روح نصلي. نعم ما الذي يمكن ان يقوم به المواطن اللي يسمعنا اليوم لتغيير من هذا الواقع؟ يفهم بان المصير تاعو الحياة اليومية تاعو كما هذيك الأخت اللي تقول لك دراري وكلش المصير تاعو في يده ما بقاش نستنى هذا المسؤول ولا روح نحرق طريق البنو نو هو بيده هو ما يزيدش كية على كية يرمي هذا النفايات يرفد النفايات يديهم قدام بلدية ولا قدام الدائرة ولا قدام الولاية يعني هو يرمي وينتظر المسؤولين يعني يجوا يضرب روحه بيده يضرب روحه بيده خاتشي هنا يقول لك الدولة احنا هذه كلمة الدولة عامة يعني اللي جات يقول لك الدولة يعني ولات ماسك اللي نيمبورت كي نو الدولة تبدأ من عندك انت هو الدولة انت هذا شوفي هذه النفايات الواد شوفي كيفاه معمر شكون اللي رماهم جوازير ولا جا رئيس جمهورية يعني لو كان كل واحد ينقي المحيط ديالو ما يصيرش مثل هكذا التصرف ينقي ويحط يقول لك معليش يا ودي رانا نشوفه في ليزوطوروت والله سيارة ضخمة تسيبي يرمي متاقة القراع يرمي الآخر يعني وين جاتي هذه ما تصورش في العقل حتى القارورات البلاستيكية يعني تساهم في اندلاع الحرائق لما يرموها في قريعات الطريق يعني بالمحادات من الحريق هذا إذا أنا والله العظيم عندنا الجزائر شابة الجزائر جميلة كثيرة جميلة والله كي تشوفي هذا الحرائق منين هم يجيو كيف يقول لك تصيبي الساكن مطوي يده ومريح خلينا من المسؤول يا سيدي خلينا المسؤول يجي ويروح حتى واحد ما راح يقعد مسؤول الوقت يقضي عليه ولكن المعيشة اليومية تاعي تاع ولادي تاع أنا نظن مثلا كيما المكتب البلدي للنظافة لازم المقر تاعو يكون في المسجد لأن المسجد راهم يوميا الناس يجيو وإلى متى يوم صلاة الجمعة نلبسوا ثياب نقاية وكلش ولكن نمروا على وضعية كما هذه هل احنا مسلمين؟ والله يعلم. شكرا لك دكتور فتحي بن أشنهو على حضورك معي صبيحة اليوم وعلى كل هذه التوضيحات. هذا واجب في يعني في اقرب وقت يعني يعني رانا في خطر انا نقولها كطبيب نقول رانا في خطر وكمواطن. نعم شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام تكملة لأخبارنا.